طيب دلوقتي وصلنا خلاص للمباراة النهائية ما بين تيم عز والمحمودي وتيم فوزي واحمد شوقي صلاح بعد خروج دكتور عادل سعد في مفاجأة كبيرة. الموضوع هيكون خمس فقرات كالعادة. البداية هتبقى فقرة المعلومات. لو في فريق كسب ثلاث فقرات هيكون الماتش انتهى تماما وكسب الموضوع. سهلة. هنبدا بفقره المعلومات من اي حاجه تبقى سهله من عند تيم عز والمحمودي. يلا فندم يلا بينا. اول هدف في تاريخ كاس العالم سجله لاعب فرنسي ولا فرنسا لعبت اول نهائي في كاس العالم ولا هداف نسخه 54 كان لاعب الماني؟ هداف نسخه 54 بقى 35 ثانيه عشان تبقى لا برضه تخيل الثالثه ماشي الثالثه فرنسا ثالثة اللي هي هداف نسخة 54 كان ألماني. إجابة غلط. أول هدف في تاريخ كأس العالم سجله لاعب فرنسي. مارسيلو ران. المعلومة الوحيدة اللي أنت عارفها. اللي أنا عارفها أصلاً الوحيدة اللي ذاكرتها ليه ما جبتهاش؟ دي الوحيدة اللي أنا عارفها والله العظيم. 4-1 قدام أوروجواي. أنا أول ما قلت كنت هتحجي لي جلطة. أقسم بالله ما شفت غيرها. السؤال الثاني. فضيحة خيخون كانت سنة 78 ولا في كأس عالم اتنظم كله في مدينة واحدة ولا اول طرد في تاريخ كاس العالم كان من نصيب لاعب ارجنتيني؟ الطرد ارجنتيني. اجابه غلط. مدينه واحده. اجابه غلط. وايه اللي الثانيه؟ كاس عالم ولو مش الثانيه تبقى الاولى. كله اتعمل في مدينه واحده. ايوه ما هو دي الثانيه. هو جاوب. ما احنا عارفين. هو يعني هو عارف الفريق. ما هو جاوب. بص هو اهل مش جاوب. تعاقبه يا باشا. مهران جنبك. واحد قال لك السلام عليكم وجاوب. ما هو معاك في الفرقه. هنجيب الثالثه. اصبر هنجيب. قول يا بيه. السؤال الاخير. كل ابطال كاس العالم فازوا بالبطوله بمدربين محليين. حلوه دي. دي صح. ولا اول لاعب عربي يطرد في تاريخ كاس العالم كان اماراتي؟ لا. ولا في اربع منتخبات اوروبيه عندهم لعيبه جابوا 10 تجوان او اكتر في كاس العالم؟ دي معقده فوحشه. هي الاولانيه معقده قوي. مش هعرف نمشي وراها. مش هينفع الاولانيه. اجابه صح. هم بقى الثلاثه هيجيبوهم غلط. اصبر دلوقتي. اتفرج بقى. اتفرج حبيبك. انا بكمل معاك. اتفرج معاك ايه بالظبط؟ بكمل معاك في المكان هنا. احلى ثلاث اسئله غلط. بتحاول ترشي اللجنه؟ ايوه بحاول. مش باينه ولا ايه؟ هدوء. يلا انا متاكد. بس لا انا بحاول ارشي اللجنه. هترازي شويه كده ولا اقول بسرعه في الاجابه؟ انت عايزني ارازي بايه؟ مش عارف يعني. هو بيرشي قرش اكتر قصدك؟ يقول انك بتشجع بورتو مثلا كده. ايه اللي هيحصل؟ مش عارف يقول اي حاجه. السؤال الاول. اتفضل. بسم الله. قاعده الهدف الذهبي بدات في كاس العالم سنه 94 ولا اول كاس عالم ب 24 فريق كان سنه 82 ولا هداف كاس عالم 34 كان لاعب ايطالي؟ اي محاوله للتاثير من الفريق الثاني هزود لهم 5 ثواني يفكروا فيه. ما احنا مش هنسمع. هداف كاس عالم كان ايطالي 34. اجابه غلط. الحمد لله. هو ثانيه. ايوه صح. 82 انتم بتاعه 24 فريق واسئله. الحمد لله. اسئله. اصبر فاضل 2 كمان. الحمد لله. جايزه الكره الذهبيه لافضل لاعب في كاس العالم بدأت سنة 62 ولا أول مرة ضربات الجزاء دخلت في كأس العالم كان سنة 78 ولا جايزة الحذاء الذهبي للهداف بدأت سنة 1970؟ نقول 78؟ والله بص أنا مش عارف تعبوا إيه. 78. إجابة صح. إجابة صح يا مغرب. اصل باينه قوي ان الحذاء الذهبي 70. أيوة. دي متاخره قوي. ايوه ما كانتش باينه عندكم ليه انتوا بتجاوبوا؟ والله العظيم ولا مش حذاء. واللي جالكوا يعني كان ايه؟ عارف لو كنت جبت لي سيالو ران كان زماني خربت. جالكوا ايه؟ العاب يد يعني؟ يلا ماشي. يلا عشان ده السؤال بتاعك. يلا عشان السؤال ده انا هسيبك انت تجاوب. يلا سيبك انت. هولندا اكتر منتخب خسر نهائي كاس العالم ولا البرازيل هو اكتر منتخب استقبل اهداف في تاريخ كاس العالم ولا اكتر لاعب لعب ماتشات في كاس العالم كان لاعب الماني؟ اكتر لاعب لعب ماتشات في كاس العالم كان الماني. صح. دي سهله. وعلى فكره وعارفها مش ضاربها. ايوه دي سهله. ايوه سهله. ايه لا عارف انها الماني عشان التاني. اسمه ايه بقى؟ مين؟ ايه يا عم واحد الماني يعني. مين واحد انت تعرفه يعني؟ انا قلت عارف انها مش ضاربها عشان عارف ان التاني غلط. فرانز بيكنباور. صور. تمام عشان ما حدش حمنتجها دي. تمام.